بنشوف كثير اشخاص عندهم خلل بقدراتهم العقليه وعندهم اضطرابات نفسيه، اكيد غالبا ما بيعود الامر للماضي للطفوله، للاهالي ممكن يعاملوهم بشكل ما انه منظم او سوي او بيهملوهم اوقات. فبنشوف كثير اطفال عندهم خلل بقدراتهم العقليه، وكثير من الاهالي بيتساءلوا شو هي الظروف والعوامل يلي بتساعد لحتى ينشا هذا الطفل بطريقه صحيحه. يعني اليوم بنشوف كثير ما في ابدا انه الطفل بتلاقي انه نادرا ما يحكي عن مشاكل يلي بيواجهها او ما بيعرف يعبر عن ذاته انه انا عندي هيك او عم اتعقل، يعني انا عم واجه مشاكل. فكثير من الاطفال بتلاقيهم انه ما بيعرفوا يحكوا، ما عندهم القدره انهم يحكوا، نتيجه بتلاقي اوقات اهمال او اضطرابات سلوكيه او تعرضهم للتنمر اوقات. صحيح، بس يمكن اليوم مفهوم الصحه النفسيه اللي بدنا نحكي عنه عند الاطفال مفهوم كثير بده شرح وتفصيل. للاسف صحيح. اليوم مع تطور التكنولوجيا وتطور العصر تختلف الرعايه عن الاهتمام، يعني في كثير من الاهالي بيقولوا انه انا عم اقدم كل شيء لطفلي، الملبس، المأكل، المكان الامن، لا في شيء اخر غير الرعايه، تختلف مفهوم الرعايه مختلف اليوم، في صحه نفسيه، التربيه، كيف بيكون تربيه الطفل، التعامل معه بيؤدي على بناء شخصيته بالمستقبل. يمكن كلياتنا عندنا قصص ما زالت معلقه بذاكرتنا من الطفوله، لانه الطفوله هي اهم مرحله للتاسيس لشخصيه الطفل. لنحكي عن مفهوم الصحه النفسيه وقديش بياثر على الاطفال خصوصا في الظروف اللي عم نعيشها اليوم. معنا الاختصاصيه التربويه نغم طربيس. صباحك واهلا وسهلا فيكي. هلا، صباحكم سعاده ومحبه لكم ولكل المشاهدين يا رب. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. هلا، بدايه نحن وقت بنقول الصحه النفسيه عند الطفل ما بنعرف شو هي كمفهوم او شو بنقصد فيها بالضبط وقت نحن بنقول صحه نفسيه. الصحه النفسيه هي جزء لا يتجزا عن التربيه، من التربيه، من التنشئه الاجتماعيه، هي جزء كثير مهم من الصحه العامه. اللي بنشوفه نحن كاهل دائما الطفل لما بيشكي من اي الم فورا بنركض فيه على الدكتور، بنجيب دواء، بنعالجه بشكل موضعي. اما بنغفل تماما عن موضوع الصحه النفسيه واللي هي كثير مهمه بحياتنا. صحيح. مهمه بحياه كل فرد فينا كبار وصغار. دائما الشخص او الفرد اللي بيكون عنده صحه نفسيه بيكون عنده قدره على التوافق مع نفسه، مع البيئه المحيطه فيه. هذا التوافق بخليه يعيش بحياه امنه بعيدا عن الاضطرابات النفسيه. يعني الاضطرابات النفسيه ما بقصد ما عنده مشاكل، لا، عنده مشاكل لكن قادر انه يتجاوزها بسهوله. فهون نحن دائما لما بدنا نحكي وبنسأل كثير شو هو العمر المناسب لحتى انا اعلم الطفل او اهتم بصحته النفسيه. انا كاخصائيه تربويه برايي وحسب خبرتي الطويله مع الاطفال بشوف انه نحن نبدا من بدايه نشاه الاسره، مو من بدايه ما يولد الطفل. صحيح. لما بتنشا الاسره لازم يكون في تفاهم بين الزوجين، في كثير امور لازم اتعرف عليها. يعني أنا إذا مو خرج جيب أطفال أو أنجب أطفال، لا، لازم أكون متهيئة بكل حواسي، متهيئة بكل اهتماماتي، بكل واجباتي اتجاه هذا الطفل. فكتير ضروري أعرف، طيب أنا إذا غير قادرة بهي الفترة، غير قادرة على هذا الشيء، بأجل لحتى أتحمل مسؤوليته. الطفل فيه مسؤوليات كتير كبيرة تجاهه، إمتى بينام، وقت النوم، وقت الاستيقاظ مثلا، وقت الطعام إمتى بدي أقدم له، المكافآت اللي أنا بدي أقدم له إياها، كيف بدي أهتم فيه، كيف بدي أعالج مشاكله الكتيرة. فهون نحن إذا عملنا هذا الشيء طبعا بتفاهم، إذا بطريقة علمية صحيحة، اتبعنا فلسفة صحيحة باستخدام السلوكيات مع الأطفال، أكيد بنوصل لصحة نفسية كثير عالية للأطفال. يعني بالبداية بتبلش بالأسرة بين الزوجين وبعدين بتنتقل للأطفال. صحيح. كثير غلط ما يكون في تفاهم. صحيح. على هذا الموضوع. هي نقطة كثير مهمة، هي من العوامل المؤثرة بالصحة النفسية للطفل هي التفاهم الشريكين. خلينا نحكي عن العوامل المؤثرة بالصحة النفسية للطفل. حكيت ببداية المقدمة أنا لأنه
كثير من الاهالي ما بيفرقوا اليوم بين انه الرعايه والتربيه والصحه طبعا. النفسيه، بيفكروا انه انا عم اقدم كل شيء لابني. قديش في عوامل بتاثر بالصحه النفسيه بعيدا عن الاكل، كل شيء موجود انه انا بامن له احسن اكل، احسن لبس، حاطته بالمدرسه اللي هو بيحبها، في عوامل جدا مؤثره. بنعرف انه الاهل بيشتغلوا لفترات طويله، بس ممكن هي الساعه والنص ساعه اللي بقعد فيها مع الطفل، الوقت الاساسي بيني وبينه طبعا. بتاثر كثير على الصحه النفسيه. فخلينا نحكي عن اهم العوامل المؤثره بصحه الطفل النفسيه. تماما. هلا نحن ما فينا نحط كل اللوم على الاهل، صحيح، لانه في كثير مؤثرات خارجيه ممكن تاثر على الطفل. لحتى نبسط الموضوع بدنا نقسمه لعده محاور. تاثيرات بيئيه، وهن الاهل هن الحجر الاساس بنعتبره للطفل، صحيح، لكن مو الوحيد. التأثيرات الاجتماعية واللي هي خاصة بالأصدقاء، بالجيران، بالأقارب، بالخالات، العمات، كلامهم ووقع الكلام كونه إيجابي أو سلبي على نفسية الأطفال. وفي التأثيرات الجينية، هي اللي بياخدها بتوارثها من الأب والأم أو من الأجداد وغيره. اللي أنا بدي أحكي عنه أنه أنا طالما عرفت مشكلة الطفل فهي بوابة كبيرة لأعرف كيف بدي اوصل لنفسيته، لتفكيره، لمعتقداته. مثال صغير، مثلا اذا انا جبت لابتوب، طب كيف بدي اقدر اتعامل مع هذا اللابتوب؟ لازم انا اعرف شو الطريقه للدخول للبرنامج او هي الامور. الغلط اللي نحن عم بيصير فينا ببيت واحد، عم بيكون في اعمار متعدده، عمر سنتين، خمس سنوات او 12 سنه، 18، يعني اللي هن، شو بنساوي نحن؟ بنتعامل مع كل الاطفال بنفس المستوى أو بنفس الطريقة، بنفس الأسلوب. لا، هذا الشيء كتير غلط، لأنه اليوم منلاقي كتير، وكتير بلاحظها عندي بالروضة، أنه أطفال من نفس العمر لكن كل حدا له طريقة بالتعامل. في شيء نحن ما بنختلف عليه، مثل تعليم النظام، تعليم أوقات الأكل، لكن أني أجبر الطفل على شيء هو ما بيحبه، هذا كتير غلط. فأنا بدي أتبع أساليب خاصة لحتى أنا اهتم بصحته النفسية، لأنه كل شيء إجباري للطفل شو عم بيساوي؟ عم بيحطمه. وأنا هون بالمقابل أنا بدي شجع الطفل، بدي حفظه، ما بدي حطمه. فدائما نحن لازم ندور على الامور او المشاكل الخاصه بالطفل لحتى نلاقي لها حلول. صحيح. يعني نحن ما بنعرف الطفل في اوقات بيواجه مشاكل، بيواجه التنمر بالمدرسه طبعاً. او بجوز يكون عنده حتى امراض جسديه بتؤدي لاضطرابات نفسيه عنده. فهو قليل الشكوى، يمكن في اطفال قليل الشكوى ما بتعرف تشكي، وفي اطفال بتلاقيهم سويين نفسيا، صحتهم النفسية كتير منيحة. فنحن هون لحتى نقدر نحافظ على صحته النفسية اللي موجودة، شو لازم نتصرف؟ أول شيء الحب. دائما الطفل بحاجة للحب، بحاجة للاحتضان. قد ما كبر الطفل وصار عمره، هو بحاجة لاحتواء من الأم والأب. هذا الموضوع دائما نشتغل عليه، الثقة بالنفس اللي بنعتبرها صمام الأمان بالنسبة للصحة النفسية. يعني أنا لما بعطي الطفل ثقة، فهون أنا بكون أمنت على الصحة النفسية عنده. خليني أحكي على الموضوع، مثلا شو الشيء اللي عم بيأثر بالصحة النفسية عند الأطفال. أكثر شيء بيأثر فيه هي المخاوف. المخاوف من تخطي مرحلة معينة، مثلا خلينا نحكي وبدي ركز كتير على أمور الدراسة اللي نحن عم نعاني منها بيومنا هذا، وبما أنه طلابنا عم بيقدموا امتحانات، فعن جد بدي ركز على هذا الموضوع. ورسالة لكل القائمين من كوادر، من إداريين، نهتم بنفسية الطفل، لأنه اللي عم نشوفه الخوف أو الفوبيا اللي عم بيعيشها الطفل عم بيخليه يتراجع عن قراراته، عن أجوبته، عن أجوبته، حتى متردد إنه يروح على الامتحان. فأنا هون خلينا نحن نكون إيد واحدة، لأنه الطفل بالنهاية شو بدنا؟ بدنا النتيجة. لما نحن منكون متساعدين بهذا الموضوع ونحفز الطفل لحتى يكون أحسن، بكلمة ممكن، بنظرة، يحس الطفل بالأمان، فهذا الأمان بيخليه يتخلص من الخوف عنده. وهذا منلاحظه بالفروقات بين المدرسين. يعني مثلا مدرس، طبعا مع احترام الشديد للكل، بس أنا عم بحكي عن أسلوب. في مدرسين بيكون أسلوبهم كتير حلو، شو ما كانت الأسئلة اللي هن بيقدموها الطفل بكل ثقة
يعني بكل ثقه بحل. في اساتذه مثلا انه بيكونوا قاسيين شوي، ما عندهم اسلوب صحيح بالتعامل مع الطفل، فهون الطفل بيتعب، بيوصل لوقت الامتحان ما عنده القدره لحتى هو يعني بيكون محبط. فنحن هذا الشيء لازم نشتغل عليه لحتى الطفل يكون عنده صحه نفسيه سليمه، ليكون طفل سوي لازم نحن نشتغل على هذا الموضوع بكلمه بنظره، نتساعد كلنا مع بعض. يعني حتى نحن بنشوف لما بالامتحانات المراقبين يلا خلص الوقت يلا بسرعه يلا، انا بدي احكي شيء واقع، يعني انا ما بدي اجمل هذا الواقع، عم بحكي مثاليات، ما بدنا نحكي مثاليات، بدنا نحكي الشيء اللي عم بيصير، فخلينا نتخلص من هذا الموضوع. للاسف في اساليب للاسف الى الان يمكن نحن على زمننا كانت فعليا قاسيه حتى من قبل الاهل. هلا في شويه مرونه، يعني قبل بتلاقي حتى انه التربيه كانت انه لازم تكوني انت اشطر حدا، ما في علامات تامه، في يعني تحصيل كارثه كانت بالنسبه لنا، لازم علامه تامه 10 من 10. طريقه التعامل مثل ما قلتي الان سات انه هو جدا صارم. هلا الموضوع باخر 10 سنوات اختلف، حتى طريقه المراقبه اذا بدنا نحكي فعليا بتعمل حاله من التوتر والخوف. تماما يعني فخلينا نحكي هي اساسا بتبلش من البدايه من قبل الاهل، لانه احيانا بتعيشي حالات يعني نستضيف اهالي مثلا بتلاقيهم متوترين اكثر من اولادهم بالامتحانات. بالاخير الطفل هو مرايه، انعكاس للبيئه تماماً اللي عايش فيها لتربيته، لهيك اي طفل او طفله بتشافيه بتلاقيه بالاخير بتشوفي اهله من طبعاً خلاله. فهي نقطه كثير مهمه، يعني انا سالتك بالبدايه شو العوامل اللي بتاثر على الصحه النفسيه من البدايه، خلينا نركز عليها بطريقه تعامل الاهل. الاهل في بعض العوامل عم يقوموا فيها او النقاط بيركزوا عليها بفكروا هن عم يعززوا ثقته بنفسه طبعاً عم يعززوا مفهوم الصحه النفسيه، بس هي اخطاء شائعه مثلا مثل مواعيد فينا نقول النوم المبكر، مثلا توقيت النوم، مثلا وقت الغداء موحد مع العائله اللمه، في قصص يمكن بسيطه ما بينتبهوا لها الاهل بتاثر كثير. خلينا نعطيهم بعض النقاط والمعلومات حول هذا الموضوع. طيب اول شيء نحن لما بدي بلش مع الطفل بدي بلش بعلمه التفكير الايجابي بكل الاشياء اللي عم بتصير معه. لما بيكون تفكيره ايجابي الامور بتنحل، يعني اول شيء المشكلات اللي عم بيواجهها ما بتولد احباط او اكتئاب. مجرد النظره الايجابيه للاشياء بتخليه فورا يحل المشاكل. يعني نحن اللي عم نشوفه انه في مشكله، تمام، وجهات نظر متعدده، كل حدا بيشوف المشكله من وجهه نظره. صحيح. اشخاص بتشوفها بطريقه كثير صعبه، هي الحل واحد لكن النتيجة بتختلف أو الوقت للحصول على النتيجة بيختلف. في أشخاص فوراً بتلاقي حل لهي المشكلة بطريقة إيجابية. يعني نحن ما عنا مشكلة بأي مشكلة بتصير معنا رح نتخطاها، ما عندنا مشكله انه هي شوف الولد مثلا اذا بيعصب كثير او مثلا بخاف هو كيف رد او بمرق هي الامور، هو من اهله او متفائل بتعمل فرح كذا، هو هذا الشيء عم ياخذه من اهله، المخاوف يلي للاهل عم تنقلها للطفل، وبالتالي بالعكس عم بيصير هذا الموضوع. فنحن مجرد ما نعلم الطفل التفكير الايجابي بالامور كل هي الاشياء رح يتخطاها ويصير افضل اكيد. خصوصا يعني انه بتلاقي الاهل اغلب وقتهم مثلا في اهالي مشغولين ما عندهم وقت لحتى يهتموا بالطفل، في اطفال بنفس الوقت بيكونوا كثير بحاجه لاهتمام مبالغ فيه، بيكون هن نسبه الحساسيه زايده عندهم تماما. فبيكونوا بحاجه اهتمام مضاعف عن الاطفال الباقيين، فهون دور الاهل بيلعب دور كثير كبير. يعني انه بالاهمال في اطفال بصير عندهم اضطرابات نفسيه بس بسبب الاهمال. اكيد نحن الاهتمام، ونفرق بين الاهتمام وبين التربيه وبين الدلال، لانه الدلال المبالغ فيه عم بيولد عنا حتى اطفال غير اسوياء. كمان كثر الدلال مثلا الولد ببلش بيكون اول مشيه خلينا نحكي فورا الاهل بلموه من الارض، طيب هي الشيء لا ما عليه خليه يجرب خليه يحاول. الاطفال مثلا بعمر السنتين بحبوا يكتشفوا، فنحن شو بنساوي فورا بنروح بنعطيهم الغرض او بنسحب الغرض من ايده. هذا الشيء كله عم بياثر على نفسيته، الطفل بده يكتشف بده يطلع بده يجرب بده يخطئ لحتى يتعلم من اخطائه. اكيد بدنا نتشكرك على كل النصائح اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله هيك ما بنشوف حدا ولا طفل عنده اضطرابات نفسيه، لانه مو قليل يلي مرقنا فيه خصوصا بهذا الظرف. ذكرتي حضرتك هلا وقت امتحانات، فنحن كبار وقت حدا بيقول لنا انه خلص الوقت نتوتر، فما بالك
الطفل هلا. متشكرك وشكرا لك حبيبتي. اكيد الاختصاصيه التربويه نغم طربي بدنا نشكرك على وجودك معنا، ودائما في معلومات جديده. بس مثل ما قلتي يمكن بعض النقاط الاساسيه اذا بنركز عليها كاهل هي بتاثر بنفسيه الطفل بالمستقبل. شكرا كثير لك حبيبتي.